الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين. ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. فيما تفكر يا أبا سليمان؟ ما الذي يشغل بالك؟ لا شيء يا أم سليمان، لا شيء، لكني مضطرب قليلاً. ربما لانصراف أخي الوليد واتباعه محمداً، أو لرحيل عمرو بن العاص، أو ربما محمد نفسه. محمد؟ نعم، نعم محمد. ألا تسمعين عن فتوحاته وانتصاراته الدائمة؟ لقد فتح خيبر، وهو والله لنصر للعرب أجمعين وليس لمحمد وحده. لا أفهمك يا خالد، هل تكره أم أنك تفرح وتسعد لفتوحاته وانتصاراته؟ والله والله ما استطعت أن أمنع نفسي من الفرح بهذا النصر الذي حققه، وكم كنت أتمنى أن أكون بينهم مشاركا في نصره. كما أثرت عمرة القضاء على كل المشركين، فقد كان لها أكبر الأثر على خالد بن الوليد، فقد قرر أن يخرج مع الكثير من أهل مكة إلى الجبال
حتى ينتهي رسول الله وأصحابه من قضاء عمرتهم. لقد ازداد أمر محمد خطورة، وازدادت قريش وهنا على وهن، وقبائل اليهود انقسموا ولم يتفقوا على شيء. أتريد أن ننقض عهدنا يا صفوان؟ والله ما كنا ناقضي عهد أبدا. وكان خالد يشاهد ما كان النبي وأصحابه يقومون به أثناء أداء المناسك من فوق الجبال العالية، ويسمع أصواتهم وهم يلبون لبيك اللهم لبيك. بدأ خالد يتذكر يوم الحديبية وكيف كان يؤذي رسول الله، لكنه تذكر أيضا ذلك الشيء الغريب الذي شعر به حينما قرر أن يهاجم رسول الله وأصحابه أثناء الصلاة، حيث منعه هذا الشعور من تنفيذ ما كان ينتوي فعله. إنهم غير مسلحين، لا يحملون إلا الغنم، بل هناك مجموعة تحمل السلاح لحمايتهم أثناء السير. هل سيمنعنا هؤلاء من الفتك بهم؟ أنا لا أعبأ بهم، سوف ننتظر حتى يبدأوا في الصلاة ونغير عليهم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالد بن الوليد، فقام وصلى بالمسلمين صلاة الخوف. شعر خالد بن الوليد بشيء غريب جعله يتراجع عما كان ينوي فعله مع المسلمين أثناء الصلاة. ماذا ننتظر يا خالد؟ لقد بدأ المسلمون في حركاتهم المزعومة التي يسمونها صلاة. لا أدري، لكنني أخشى أن يقول الناس إنا قد غدرنا بهم. أرى أن نستمر في مراقبتهم حتى إذا بدر منهم شيء هاجمناهم وقضينا عليهم. ماذا ننتظر يا خالد؟ لقد بدأ المسلمون في حركاتهم المزعومة التي يسمونها صلاة. لا أدري، لا رغبة لدي في فعل هذا، إن قلبي يرتجف وأشعر بشيء لا أستريح له. فلنعد من حيث أتينا. وكان لخالد كلمة مسموعة بين أهل مكة، فعادوا إلى مكة. لكن هذا الموقف لم ينسه خالد، وكان دائما يبحث عن تفسير لما حدث. ما هذا الشعور الغريب الذي انتابني؟ ما الذي منعني منك يا محمد؟ ما الذي منعني منك؟ لقد شرفتني بإرسالك في طلبي، فلك الأمر وعلي السمع والطاعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وليد، أين خالد؟ يأتي الله به يا رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مثله يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره. سعى
سأبحث عنه يا رسول الله، وسأبلغه رسالتك الشريفة إليه علّه يهتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ دروس لا تنتهي يعلمنا إياها سيد الخلق رسولنا الكريم في سيرته العطرة. ففي سيرته صلى الله عليه وسلم دروس وعبر لا بد أن نعيها لما فيها من هدى وصلاح للمسلم. ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أم سليمان. مرحبا بك يا وليد، تفضل. اعذريني يا أختاه، فرسول الله ينتظرني. أين خالد؟ خالد خرج إلى الجبل. علمت ذلك، لكنني ظننت أنه قد عاد. سأترك له رسالة أرجو أن تحتفظي بها حتى يأتي وتسلميها إياه. لك ما تريد يا وليد، وأنا أعلم مدى فرحته برسالتك. والله لو تعقل وفعل ما بها لفرح به رسول الله. سوف أدعو الله له ولك لتكون من المهتدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وخرج المسلمون من مكة بعد أداء العمرة، فعاد المشركون إلى مكة، وكان من بينهم خالد بن الوليد الذي نزل وهو على نفس الحالة من الشرود والتفكير المستمر الذي لا ينقطع. ترك لك أخوك الوليد هذه الرسالة بعدما بحث عنك في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك. أمثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد، فقلت يأتي الله به، فقال ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتك مواطن صالحة. الله
والله ما أنت بإله ولا تقدر حتى أن تحمي نفسك. لقد اتخذت قراري محمد، إني ذاهب لمحمد. ماذا بك يا خالد؟ تعتكف الناس ولا تخرج ودائما تجلس شاردا، ماذا بك؟ يا أبوه، ألا ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن بلا عقل، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا. لو لم يبق غيري في مكة ما اتبعت محمدا. وفي الطريق قابل عثمان بن طلحة. إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، إن صب عليه ماء خرج، إني ذاهب إلى محمد. وترافق كل من عثمان وخالد ومضيا في سبيلهما إلى رسول الله، حتى التقيا في طريقهما بصاحب جليل هو عمرو بن العاص، وذهبوا ثلاثتهم إلى رسول الله لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام والفتوحات. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيكفي رح الحزين،